السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نعطيكم بعد الكمية على الأمطار اللي سجلناها على مستوى بلدنا خلال هذا 24 ساعة من البارح 16 صباح لليوم 16 صباح وكانت على كل حال مليحة مليمتر واحد سجلناها على منطقة المسيلة سكيك باب بجاية قسمطينة وأم البواقي زوج مليمترات في قصر الشلالة الطارف عين بسام وهرن بني الجلفة تيزي وزو مسغانم ومعسكر ثلاثة في البويرة والصيف 5 مليمترات في تنس سوق راس جيجل تيبازا بوهران دلس كذلك مغنية وسعيدة تيارت 7 مليمترات غازوات وتلمسان 10 مليمترات 11 بالجزائر العاصمة 12 ب مليانة بولايد عين الدفلة 16 بالمدية و19 درجه الميلي ما عفوا على منطقة الشلف والله يبارك ويزر الخير إن شاء الله القدام نشوفوا الوضعية كيف راح تكون صبيحة هذا الأحد هذا يبقى تقسم مغيم بارد على معظم المناطق الشمالية واش على الشرق البلاد تكون بعد النشاط الرعدي وأيضا بعد الأمطار جيجي سكيكدا عنابة ميلا عن بيضة سقهراس كالما تبسة قسمطينة كل هذه الولايات على شرق البلاد حتى بعد الولايات شمال الأوراس بينما على الجنوب كاين غير الريح يكون قوي ويؤدي الى الرمال ورؤيه ضعيفه خاصه على الصحراء الوسطى شمال الصحراء الواحات وسمة صافيه ودنيا هانيه على اقصى الجنوب وجبال الهوكار والطاسيلي نشوفوا الوضعيه على الظاهره مع ارتفاع في الضغط الجوي يتحسن الحال على معظم المناطق تاع بلادنا بعد السحابات اللي على منطقة الحدودية الشرقية مع طرف ولاية طرف وعنابة وسقراس وقلمك بينما على الجنوب سما صافية و وشن الريح يبقى قوي والرؤية ضعيفة بعد الأحيان أقل من 800 متر فيما يخص الرؤية على هذا المناطق الجنوبية نجوز لدرجة الحرارة ننتظر صباحة هذا الحدادة إن شاء الله حرارة فصلية درجة واحدة إلى درجة صفر على كل مدن تاع الهضاب العليا 8 إلى 7 درجات على الولايات الساحلية الهوغر والتاسيلي 11 12 11 كذلك على الصحراء الوسطى 13 بغرج بيلات حاسي منير وأيضا بني عباس وتين دوف سبعة بيب وبني ونيف وعبادلة وقناتسا تلمسان خمس, خمس درجات هي وسعيدة وسيدي بن عباس ومعسكر ونختمها ب 18 درجة على عين أزاوة وعين قزام من جزء اللي دارش الحرارة خلال ظاهرة مع هذا التيار الجنوبية غربية سترتفع شوية الحرارة على كل حال نقدروا نقولوا مازالها في المعدل الفصلي ننتظروا حوالي 15 إلى 18 درجة على السواحل وهذا من الشرق إلى الغرب 17 على شمال الصحراء 23 على الصحراء الوسطى 26 على مدن تاع الهوغار والتاسيلي و34 درجة على عين أزاوة وعين قزام دوك الجزء للملاحة والصيد البحري البحار يبقى مهول على طول الشهر الساحلي لأنها قوة الرياح تكون ما بين 40 50 كيلومتر في الساعه وفي البعد يقدر يلحق 60 الى 70 كيلومتر في الساعه والاتجاه تاع الرياح تكون غربيه تماما فون ويست ولا بعد الاحيان غربيه جنوبيه غربيه فون ويست سود ويست الرؤيه ان شاء الله تكون من 4 الى 8 اميال بحريه كالعاده نختم هذه النشره الجويه دائما بهذه المعلومات الفلكيه لهذا الاحد 25 فبراير 2024 انا ما بقى لي غير نقول لكم ربي يدوم قصتكم وخذوا حذركم خاصه ولا حاكمين الطريق الله يدوم قصتكم